ازيكم؟ عاملين ايه؟ معاكم استاذ فيديو النهارده بيتكلم عن اشتريت حاجات اتش اند ام بالتيكت بس سعرها حلوة قوي. تعالوا بقى اوريكم انا اشتريت ايه. طيب مبدئيا كده انا ما بعملش اعلان، عشان في واحده كده دخلت كتبت لي في تعليق انت بتعملي اعلان، ما هو انا مش مفلسه لحد اخر الشهر بسبب اللي انا اشتريته وعملت ريفيو عنه، وتيجي في الاخر تقولي اعلان، يعني انا واخده فلوس وكمان واخده بضاعه، انا اصلا مش عامله اعلان. بصوا يا جماعه، طالما قلت لكم في الفيديو اشتريت يبقى انا اشتريت ودفعت وفلست. لو انا قلت لكم وصل لي، اعرفوا كلمه وصل لي دي، وصل لي انا وصل لي، ما دفعتش حاجه. انا كل الريفيوهات اللي انا بعملها دي بفلوسي، وبحاول اجيب لكم المناطق وبحاول اجيب لكم ناس محترمين، يعني بناء على رايي انا. هم اصلا بيبقوا مش عارفين ان انا اصلا عندي قناه يوتيوب، وما يعرفوش اصلا اي حاجه عني، ده انا بعملها كده علشان الناس تستفاد بس، علشان ايه يعني؟ اقول اكيد مثلا في ناس زيي بتحب تشتري حاجات لقطه، او ناس بتحب تلبس براند بس ساعات بيبقى معهمش ال 700 جنيه بتوع الجاكيت دول مثلا، او يقولوا 700 جنيه اجيب بيهم جاكيت وبنطلون، فالدماغ كده يعني ماشي. ولو هعمل اعلان هقول انا عادي يعني. يلا بينا، اعملوا لي لايك واشتراك، دوسي لايك ودوسي اشتراك، دوسي لايك ودوسي اشتراك عشان انتوا بتنسوا. ويلا بينا هوريكم اول قطعه معايا. بصوا اول قطعه دي اهي، ده طبعا اتش اند ام بالتيكت ماشي، اهو مكتوب عليه السايز ميديوم، وكان ب 329 ريال سعودي. طيب اهو 329 ريال سعودي، انا بقى اصلا جايباه ب 350 مصري تمام، وبالتيكت وقصه طويل، وهوريكم برضو صورته وانا لابساه في الحته دي اخر بقى، هتيجي في الحته دي دلوقتي. لو بنطلون البيجامه بان عادي عادي خالص، اهو ده طوله وده شكله، وليه ديون من هنا وجميل قوي. هقولكم بقى انا جايبه الحاجات دي من الاصل. تاني قطعة اشتريتها بلوفر اسود، هعدله عشان انا لبسته برضو، كان جايب التيكت وكل حاجة برضو اتش اند ام، ده المقاس بتاعه لارج عشان انا بحب الاوفر سايز. وبصوا بقى تفصيلته، ده انا بقى لبسته كان هو قصير شوية، لبست تحتيه يعني تيشيرت صيفي اسود بقى طويل عادي. اهو بصوا بقى القصة دي عجباني اوي، انا جبته عشان الحركة اللي فيه دي جميلة اوي بصراحة. ده كان ب 260 تمام. بعد كده جبت بقى السويت شيرت ده، عجبني قوي بصراحة، اهو لبسته برضو، لبسته مرة ودفاني قوي. طبعا هو الجروب اللي انا شاري منه ده جروب ون بيس يعني، لا وساعات بيبقى فيه مقاسات من القطع بصراحة، يعني ده كان فيه منه الوان وكان فيه منه مقاسات، فانا اخترت الغامق، كان فيه منه الفاتح. بصوا ده برضو اتش اند ام، ده مقاس سمول بس هو اصلا اوفر سايز فهو جاي مقاسي اهو. بصوا والجيبين، الجيبين كده محترمين، واحط ايدي بقى كده بتدفى. طيب انا كده وريتكم التلات قطع اللي انا اشتريتهم. الجروب اللي انا اشتريت منه ده وقع كده قدام عيني بالصدفة على الفيس، واتعاملت مع البنت اللي هي بتبيع فيه، قمه الادب ومحترمه جدا، وبتاخد المقاسات بتاعتك بالصمت بالظبط. اسمها ليلي ستور، هحط لكم اللينك بتاعها علشان لو انتوا عايزين تتعاملوا معاها، او اكتبوا على الفيس ليلي ستور هتظهر لكم. ف بتبيع حاجات كتيره ون بيس، وبتبيع حاجات مثلا اسعار حلوه جدا، يعني ممكن تبيع بلطو ب 700 جنيه، هو اصلا بيتباع ب 1000 و2000، ممكن تبيع بلطو ب 500 ب 300 على حسب الدنيا ماشيه معاها ازاي. ساعات بنلاقي من القطعه قطعتين وثلاثه مقاسات، لو انت طلبت منها حاجه ممكن ساعات بتجيبها لك، لو هي مثلا لقيتها قدام عينيها مثلا بتجيبها لك بس كده، وبتوصل لاي محافظه اعتقد يعني، انا كده سالتها كانت بتوصل يعني بس كده. لو عجبك الفيديو اعملي لايك واعملي لي اشتراك وما تنسيش، ولو عندك اي استفسار اكتبولي وانا هرد عليكم باذن الله، وتابعوني في الفيديوهات الجايه. يلا باي باي.